وأختم هذا الباب بقصة حصلت للإمام أبي داود صاحب السنن رحمه الله، الذي كثيرا ما نسمع أن نقول رواه أبو داود، أخرجه أبو داود. هذه قصة حصلت لا تدل على تعظيمه للسنة رحمه الله تعالى في مسألة العطاس، وهذا مما رفع الله به هؤلاء العلماء رحمهم الله، أنهم كانوا يعملون بما يعلمون. فقد كان أبو داود كما ذكر عنه ابن حجر في فتح الباري عن ابن البر بإسناد جيد كما ذكر ابن حجر رحمه الله، ذكر أن ابن البر ذكر عن أبي داود رضي الله عنه ورحمه أنه كان في سفينة، فسمع رجلا على الشاطئ عطس فحمد الله رافعا صوته، فماذا فعل أبو داود رضي الله عنه ورحمه؟ استأجر قاربا من قوارب السفينة بدرهم، فذهب بهذا القارب إلى الشاطئ فشمت هذا العاطس ثم عاد. فقيل له يعني لماذا فعلت هذا؟ قال لعله يكون مجاب الدعوة، يعني في قوله يرحمك الله. فلما نام أهل السفينة سمعوا قائلا ينادي يقول إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم، إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. وهذا دليل تعظيم هذا الإمام رحمه الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن تشميت العاطس من السنة، بل قد يرى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على كل مسلم سمعه، وهو سمع الآن هذا العاطس حمد الله، أن يشمته. فانظر ماذا فعل، اكترى قاربا بدرهم وذهب إلى الشاطئ وتكلف هذا التكلف ثم شمته وعاد. فسمعوا هذا القائل يقول، وهو والله أعلم مرسول من الله سبحانه وتعالى، إن أبا داود اشترى الجنة بالدرهم، بهذا الدرهم الذي اكترى به من أجل أن يشمت هذا العطس، فلنحرص على